لاعبين سنة أولى قمة، 3 أهلوية و6 زملكاوية. الجميع يترقب مباراة القمة ما بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك والمقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز. تشهد القمة رقم 116 مشاركة 9 لاعبين للمرة الأولى في كلاسيكو الكرة المصرية بواقع 3 لاعبين في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين صورهم، محمد شريف وصلاح محسن وعلي لطفي حارس المرمى موجودين أو مش موجودين، ولكن احنا بنتكلم على أول مرة يلعب أو يكون متواجد في النادي الأهلي في قائمة 30 لاعب ويكون لأول مرة سيلعب مباراة أمام نادي الزمالك. أما السداسي الزملكاوي في هذه المباراة حمدي النقاز الذي يشارك لأول مرة أمام النادي الأهلي، طبعا هو شارك قبل كده أمام النجم الساحلي ولما كان بيلعب في النجم الساحلي، ولكن النهاردة أو يوم الخميس لو لعب بيشارك لأول مرة في كلاسيكو في الدوري العام المصري ما بين الأهلي والزمالك. عماد فتحي المنتقل أيضا من مصر المقصة في يناير الماضي والذي من المحتمل أن يكون أساسيا للمرة الأولى أمام الأهلي في مباراة القمة. أيضا محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك يخوض مباراة القمة الأولى في تاريخه أمام النادي الأهلي، وكان قد انتقل للفريق الأبيض أيضا في يناير الماضي قادما من سموحة. نانا بوكو أيضا قادم من مصر المقصة في يناير الماضي، ومحمد عنتر الذي انتقل إلى الزمالك من الأسيوطي يلعب مباراة القمة الأولى أمام الفريق الأحمر. أما آخر هؤلاء اللاعبين هو محمد عبد الغني التي تعد مباراة القمة هي الأولى في تاريخ مدافع نجوم المستقبل السابق الذي انضم في يناير الماضي لصفوف نادي الزمالك. إذن 9 لاعبين لأول مرة سيتلاقوا على المستطيل الأخضر، أهلي ضد الزمالك، 3 أهلي و6 زمالك. بلغة الأموال الأهلي يتفوق على الزمالك قبل الكلاسيكو. عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة القمة يوم الخميس المقبل أهلي وزمالك ضمن مباريات الجولة 34. بلغة الأموال يتفوق الأهلي على نظيره الزمالك في القيمة التسويقية، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الفريق الأحمر 19.5 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.25 مليون يورو. يعد نيجيري جونيور أجايي أغلى لاعبي القطبين من حيث القيمة التسويقية ب 2 مليون يورو، متساويا مع أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك. يلي أجايي المهاجم المغربي وليد أزارو ب 1.8 مليون يورو، ثم علي معلول الظهير الأيسر ب 1.5 مليون يورو. بينما يعد الثنائي محمد فخري مدافع الأهلي الشاب المنضم من غزل المحلة في الميركاتو الشتوي الأخير، ومحمد عبد الغني لاعب الزمالك القادم من إف سي مصر الأقل من حيث القيمة التسويقية بين لاعبي القطبين ب 50 ألف يورو.